كان الصدر لديه قاعدة جماهيرية لا تخشون من أن يحرك الشارع وتعود سيناريوهات سابقة لسنوات ماضية عندما خرجت تظاهرات مثلا وأسقطت حكومة عادل عبد المهدي؟ حسابات صحيح، حسابات التغيير، حسابات الضغوط الجماهيرية موجودة سواء كان يقودها التيار الصدري أو غير التيار الصدري، وبالتالي اليوم الإطار التنسيقي ومن ضمنه حركة عصائب الإلحاق تريد أن تسابق الزمن، تريد أن تكون هنالك حكومة خدمية لكي تمتص هذا الزخم، وبالتالي العصائب لديها جمهور، الإطار التنسيقي لديه جمهور، عزم لديه جمهور، الكرد لديهم جمهور، والكل متأثرين من الوضع والأزمة الاقتصادية، أزمة الوقود، أزمة ارتفاع سعر الصرف الدولار، وبالتالي ليس يعني فقط التيار المتضرر أو جمهور التيار، الكل أطياف الشعب العراقي، كل المكونات، جماهير المكونات السياسية متضررة من هذا الوضع، وبالتالي نحن الآن يجب أن يعني نعمل بحذر. الإطار اليوم، الإطار الشيعي حمل على عاتقه تشكيل الحكومة، وبالتالي هو المعني بهذه المسؤولية الكبرى، ولكن اليوم الإطار يعني صراحة حدد موقفي من بقية الكتل، قال أنا لا أتحمل الحمل الأكبر أو الأكثر من تشكيل حكومة، وبالتالي الفشل يحسب علي والنجاح يحسب لي. لا، هنالك توجه أنه كل حزب أو كل مكون يقوم بطرح شخصيات سيادية أو شخصيات لتولي مناصب أو حقائب وزارية عليه أن يأتي بالصقور، صقور هذه الأحزاب، وبالتالي يكون هو المسؤول أمام الشعب وأمام الحزب الذي انتخبه، وبالتالي على الكل تحمل المسؤولية، وهذه مهمة وطنية يجب أن نقف الكل تتكاتف من أجل المضي.